الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي مع حل التدريب الرابع الشامل على الوحدة الثانية المصادر والمشتقات من كتابنا كتاب البرهان صفحة 140. سؤال الأول: لا متكاسلا في تنمية وطنه مستريح الضمير، ما الإعراب الصحيح لكلمة الضمير؟ طبعا هنا لا نفي للجنس، متكاسلا اسم لا نفي للجنس منصوب علامة نصب الفتحة، طبعا دي شبيه بالمضاف، في حرف جر وتنمية اسم مجرور وطني مستريح، مفتوحة نقول مستريح الضمير، ولكن بما ان انا جبت ضمة واحدة فيبقى الضمير مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة، مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طبعا مش هينفع نقول مستريح الضمير لان احنا كده مضافة. الظهر في غيرها هدام أبنية والظهر في شاطئيها حارس حزر، اعراب كلمة أبنية هدام أبنية، يهدم أبنية اي يبقى يهدم أبنية، هناخد هنا أبنية مضاف اليه ايضا مضاف اليه مجرور علامة جره الكسرة. ثلاثة: قال الشاعر الارض للاقوى على جنباتها ليست لاتقاها ولا للاعلم، اي ما يلي ورد في البيت وليس من المشتقات. طبعا الاعلم اسم تفضيل، اتقاها اسم تفضيل، الاقوى ده كده اسم تفضيل وطبعا مقصور، يبقى هناخد الايه الارض، طبعا خدنا الارض ليست من المشتقات، خدنا رقم الف. اربعة: قال الشاعر وحياة امد فيها التوقي لا توازي في المجد بضع ثواني، ميز المصدر الصحيح للفعلين امد وتوازي، طبعا امد ده فعل ماضي رباعي مبدوء بالهمزة، يبقى المصدر بتاعه امداد، امد امداد، يبقى طيرنا الف طيرنا باء اتفضل عندي جيم اتفضل عندي دال. طبعا توازي الفعل بتاعها وازى على وزن فاعلة، يبقى موازى زي حازة محازة، يبقى احنا هناخد رقم جيم امداد وموازاة، امد المصدر بتاعه امداد ووازاة المصدر بتاعه موازاة، وطبعا الاثنين مصادر رباعية. خمسة: عار على ابن النيل سباق الورى مهما تغير ظهره ان يسبق، ما محل المصدر ان يسبق؟ طبعا هنا عار ده مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة، على ابن النيل سباق الورى أي يسبق، هنا هتكون عار أن يسبق، أو عار على ابن النيل سبق الإيه إن هو أن يسبق، يبقى هنا ده طبعا في محل رفع إيه خبر الإيه خبر المبتدأ. ستة: رقم ستة: أي الجمل الآتية ورد فيها كلمة مستقام مصدر ميمي؟ مستقام سير الإنسان ينجيه من كل شر، طبعا هنا استقامة، عند طريق الحق مستقام عليه ده اسم مفعول، طريق الحق مستقام الإنسان الإيه الإنسان العاقل، استقامة الإنسان العاقل، شهر رمضان مستقام، مستقام سير الإنسان ده اسم مكان، اسم مكان، شهر رمضان اسم زمان، مستقام كثير من المسلمين، طريق الحق مستقام الإنسان العاقل، يبقى استقامة الإنسان العاقل، يبقى احنا خدنا رقم دال هي ده المصدر الايه الميمي، ده اللي هيصلح ان احنا نقول طريق الحق استقامة الإنسان العاقل، أو استقامة الإنسان العاقل طريق الإيه الحق، يبقى ده احنا كده خدنا رقم دال. سبعة: ينأى الكريم عن الصغائر، حدد الجملة المشتملة على اسم زمان من الفعل ينأى، طبعا ينأى الفعل اسم الزمان أو المكان منه منأى، هنقول موسم الحج منأى المسلمين عن الصغائر، طبعا موسم الحج ده فترة أو يعني حاجة بتدل على الزمان، يبقى اسم زمان. الصغائر منئي عنها، طالما قلنا منئي عنها يبقى اسم مفعول،
مكة المكرمة منهى المسلمين عن الصغائر، يبقى اسم مكان نهى المؤمن عن الصغائر منهى نهائيا، يبقى ده كده اسم ايه؟ اسم هيئة. يبقى أنا عندي اسم الزمان موسم الحج منهى المسلمين عن الصغائر، وطبعا عايزين اسم زمان. احنا طبعا جيب لي موسم الحج ده حاجة بتدل على الزمان، منأى على وزن مفعل المسلمين عن الصغائر. قال الشاعر: ولم أرى مثل جمع المال داء، ولا مثل البخيل به مصابا. ما نوع كلمة مصابا في سياقها من البيت السابق؟ ولا مثل البخيل به، هنا طبعا أصيبا، يبقى أنا هنقول طبعا هنا اسم مفعول من غير الثلاثي، اسم مفعول من غير الثلاثي، طبعا أصاب يصاب مصاب، ده كده اسم مفعول من غير الثلاثي. أي جمل الآتية تخلو من اسم ممدود؟ الأم معطاءة أبناءها كل وقتها، هنا طبعا أبناء ده كده اسم ممدود ومعطاء اسم ممدود. الحياة الهانئة، طبعا هنا ديت الهمزة هنا متوسطة وليست ممدودة. يستزيد القراء، طبعا القراء اسم ممدود. بدأنا نرى في مجتمعنا امرأة بناءة، طبعا ممدودة. يبقى احنا خدنا بس رقم باء. الحياة الهانئة تكون بحب الآخرين، طبعا هانئة ده طبعا اسم فاعل، والهمزة هنا همزة متوسطة وليست متطرفة. 10 المخلص أحرص الناس على الخير، اجعل المبتدأ للمثنى والجمع بنوعين. هنقول المخلصان أحرصا، طبعا دي مضاف، يبقى هنا يعني ايه؟ يجوز المطابقة ويجوز عدم المطابقة. أحرص الناس على الخير، ممكن نقول أحرص الناس على الخير. المخلصتان حرصيا الناس، يبقى أحرص حرص الناس، يبقى حرصيان الناس وأحرص إيه الناس. هنقول المخلصون أحرص الناس أو أحرص الناس. المخلصات حرصيات الناس على فعل الخير، أو أحرص الناس على فعل الخير. طبعا اسم التفضيل المضاف، النكرة المضافة، يجوز الإفراد ويجوز المطابقة. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع الزملاء، وانتظرنا في الفيديو القادم إن شاء الله.